لم يحدث أن أشعلت نار الغضب الجمهوري على الرئيس الأمريكي كما حدث عشية الضربات الأمريكية على العراق وسوريا. الجمهوريون أطلقوا حملة وصفت بالشرسة على الإدارة الأمريكية لما وصفوها بضربات متأخرة جاءت للرد على التهديدات والضربات المتزايدة على المصالح والمقرات الأمريكية في الشرق الأوسط. رئيس مجلس النواب الأمريكي وصف أكثر من 150 هجوما على القوات الأمريكية بالمأساوي، حيث أدت إلى خسائر في الأرواح وإنفاق مليارات الدولارات، وهو ما وضع استراتيجية بايدن في استرضاء إيران بقالب الوصف الكارثي على المجتمع الدولي. قيل هذا على لسان الجمهوريين. ولم يقف الصراع بين الحزبين المتنافسين في أمريكا عند حد الهجمات على القوات الأمريكية، بل وصلت إلى انتقاد لسياسة الضربة الأخيرة على العراق وسوريا، بما أفادت به وسائل إعلام حول إثارة مزيد من التوتر في المنطقة عبر تلك الضربات الانتقامية. لكن رأيا آخر وقف مؤيدا لما تنتهجه الإدارة الأمريكية في ردع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة، على اعتبار أن تلك الهجمات استهدفت مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ لفصائل تمثل اليد اليمنى للحرس الثوري الإيراني. التنافس الشديد الذي يستخدم فيه الجمهوريون مواقف بايدن خارج أمريكا سبقها غليان في الساحة الانتخابية بعد أن تصدر الجمهوري دونالد ترامب في الأوساط الإعلامية بما يوحي لخسارة متوقعة سينالها بايدن في الانتخابات التمهيدية.